إنما الآيات عند الله وما يشركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. تكبير يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. تكبير نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطان وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطان وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات. فكلام الله يزينها وحديث محمد نرجسها. فكلام الله يزينها وحديث محمد نرجسها. فدروب الخير سنسلكها وكتاب الله ينورها نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطان وأثير إذاعتنا يسمو بسمو. الحمد لله سيد الجن العظيم ثبات القلب بما اعتقد ستوحد.